يسعد لي كل اوقاتكم. المطبخ لولو اليوم وصفتنا وصفة شوربة. شوربة بلش الطقس عنا يبرد وبلش بدنا ناكل شي سخن هيك يعني حسسنا بالدفى، وما قلنا غير الشوربة. هيدي الشوربة كتير غنية بالفيتامينات، كتير مفيدة صحية ومناسبة لفصل الشتاء. هيدي الوصفة اسمها العدس بحامض على الطريقة اللبنانية، كتير طيبة. أكيد في كتير لبنانية بيعرفوها وفي مبتدئات ما بيعرفوا يسووها. أنا اليوم رح أعلمكن كيف منسويها، وأكيد في ناس كتير بحبوا يتعرفوا على طبخات جديدة من برات لبنان. بنعرفكن على هيدي الأكلة أو هيدي الشوربة لغير شكل. يلا حبايب قلبي نروح نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. مثل ما شايفين عندي كمية من العدس، عدس الأخضر، عدس الأسود، مثل ما أنتو بتقولولو، ما بعرف يعني بالدول التانية شو بقولولو. هلأ بدي نقيهن مزبوط من الشوائب من الحبات المش منيحة وبرجع لكم. هون عندي كمية من السلق، هيدا السلق ما بعرف هو أوروبي هو صيني ما بعرف، المهم أنا بجيبه من السوبر ماركت الألماني. هيك بيكون شكله، شايفين في بقلبه تراب يعني بده غسيل منيح. هلأ بدي أفرمهم، شيل منهم الأوراق اللي ما بتسوى وأفرمهم، وأكيد بدي أغسلهم منيح منيح بعد ما أنقعهم بالخل والمي والملح. رح شيل بس هاي هيك، بدي أفرمهم بهاي الطريقة هيك، هن نضاف ما فيهم يعني وراق صفر، ما فيهم وراق خضراء مبينين. ما بنعمل القطعة صغيرة 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 لأنه الورقة بتدوب، شايفين بهاي الطريقة هيك. هلأ رح حطهم بقلب الجاط وكمل الباقيين وبرجع لكم. من بعد ما نقعتهم بالمي والخل والملح تقريبا شي دقيقتين، شوفوا كيف بغسلهم، حطيت لهم مي غمرهم مزبوط ومي وملح وخل. هلأ بدي شايفين عم بطلع منهم التراب لأنه هلأ التراب كله رقد بالأرض. هلأ بشيلهم بهاي الطريقة وبحطهم بجار تاني، يعني مثل ما منغسل الكزبرة، مثل ما منغسل الملوخية، السبانخ، نفس الطريقة. هيدي الطريقة لحتى نتخلص من التراب ويضل بالقعر هون. هلأ ما منغسلهم مرة واحدة وبس، يعني شي مرتين ثلاثة لحتى نتأكد انه المي صارت صافية. شايفين كيف التراب بأرض الجوت ضلون، وهلأ مرة الجاي كمان إذا كان بعد فين التراب رح ينزلوا. هلأ رح غسلهم بعد مرتين ثلاثة وبرجع لكم. وهي السلقات صاروا نضاف غير شكل، شايفين منظرهم غير شكل. هلأ بدي روح أهير البطاطا. في ناس بحطوا بطاطا، في ناس بحطوا كوسة، انتو وشو بتحبوا يعني. انا بحب حط بطاطا، وامرار لما بيكون متواجد عندي كوسة كمان بحط كوسة عادي. وهي البطاطا قشرتها وقصيتها بهيدا الحجم، شايفين كيف هيدا الحجم. عندي هون تقريبا شي كيلو بطاطا. هلأ بدي روح للتطبيق. مثل ما شايفين حطيت طنجرة على النار، وهلأ بدي حط بقلبها شوية زيت. هيدي الشوربة ما بنحط لها سمنة، بس زيت، زيت نباتي او زيت زيتون. هلأ بدي نزل فوق من هون، عندي هون بصلتين حجم مقطعين حجم متوسط هيك صغير متوسط. هلأ رح حطهم فوق الزيت. وبدي قليهم لحد ما يدبلوا، مش ضروري يتحمروا يعني. وهي البصلة من بعد ما دبلت، هلأ هون عندي انا العدس اللي انا نقيتهم هولي، يعني تقريبا بيجولن شي كبيتين، كبيتين ونص من العدس الاخضر او الاسود مثل ما انتو بدكن. هلأ رح حطهم فوق البصل، اكيد انا غسلتهم منيح منيح منيح.
وهلا رح اخلطهم مع البصل بهي الطريقة. وهلا كمان بدي زيد فوق منهم السلق يلي انا هيته، هاي السلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان رح قلب. وهلا رح زيد فوق منهم المي. المي اكيد بدها تكون اكثر من كميه السلق، واكيد لانها شوربه رح تكون المي كثيره. هلا انتو انا عم بعمل كميه طنجره كبيره، يلي عيلته صغيره بيقسم الكميه. يعني حطيت تقريبا السلق قد ما انتو بدكم، يعني بتحطوا كتير، بتحطوا اقل، بتحطوا اكتر من هولي، مثل ما انتو بدكم. كمان كمية البطاطا. هلا رح زيد المي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان اذا غليت ونقصت المي فينا نزيد مي كمان عادي لانها شوربة. هلا هيك تمام. بعد شوي هلا رح اترك كل المكونات تستوي، وهي الشوربة عم تغلي. هلا رح اغطيها نتفة هيك ونوص النار تحتها عشان تستوي، وقبل ما تستوي بشوي رح نزل البطاطا، لانه البطاطا ما بتحمل كتير استوى. عرفتوا ليش ما نزلتها للبطاطا؟ هلا من بعد تقريبا شي 10 دقايق او ربع ساعة حسب نوع العدس اللي عندكم، اذا العدس عندكم بيستوي على السريع ولا لا. شايفين كيف صاروا؟ هلا رح زيد البطاطا، نزل البطاطا لتكمل سواها على الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البطاطا. هلا من بعد ما نزلت البطاطا، شايفين انا هونيك عم بقلي بطاطا كمان، لانه اكيد ما حناكل الشوربة لحالها. حطيت بالفرن فيش تيبشن، يعني اصابع سمك، واكيد رح ناكلهم يعني مع الشوربه. هلا عم حرك الشوربه مع بعضها مثل ما شايفين. انتوا اذا بتحبوا تقللوا البطاطا والسلق مثل ما انتوا بتحبوا، يعني الكميه اللي انتوا بتحبوها. هلا رح اتركها شوي تغلي مع بعضها لحد ما تستوي حبه البطاطا، وبعدين نشوف شو رح نعمل. اكيد رح خطيها كمان شوي هيك نص خطاية، وبعدها النار متوسطة. وهي الفيش تيبشن يلي انا شويتها بالفرن، شايفين ما احلى شكلها، كأنكم قايلينا على النار. وهي كمية الزيت بعدها بقلب الصينية. كمان ما جوينا الدنيا بالطرطش، شايفين ولا اروع من هيك. حتى ريحتهم وطعمتهم نفس اللي انتو بتعملوهم مقليين. وهيدا السمك الاصابع مع البطاطا المقلية صاروا جاهزين. هلا بدنا ننطر الشوربة لتجهز. هلا بدي طلع الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بدي اشوف اذا البطاطا استويت. شايفين اهترت، شايفين روعة. هلا بدي زيدها مي لانه صار بدها مي. بعد عندي مي سخنه هون، رح ازيد لها مي سخنه. هلا في شغله، في ناس بحطوا ثوم وكزبره بقلوهم على جنب وبضيفوهم، انا ما بحط كزبره، بحط ثوم ونعنع، هيك معوده من بيت اهلي. هلا ليكو عندي معلقه من الثوم المهروس، حطيتهم فوق الشوربه. معلقة من الثوم المهروس. كمان عصرة حامض، تقريبا هولي شي 4 حامضات كبار، لانه هيدي الشوربة طيبة حامضة، مش طيبة تكون مش حامضة، لا لازم تكون حامضة. معلقة ملح كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة ملح كبيرة، واكيد حسب الذوق، ومندوق منشوف اذا ملحة منيح ولا لا. رح زيد كمان معلقتين كبار من النعنع الناشف، هاي معلقة وهي معلقة تانية.
مثل ما قلت لكم في ناس بيقلوا توم وكزبرة كمان بتطلع طيبة، كتير بتطلع طيبة، بس نحنا بنحبها هيك بهاي الطريقة. هيدي الشوربة ما بتاخد أبدا بهارات، بس ملح والنعنع والثوم الحامض. هلأ بدي تقلها، أنا لازم تتقل، يعني المرأة تعيتها بعدها مرأة لازم تتقل، وما بدي تقلها كتير لحتى تجمد، لا بدنا نتقلها بس يعني لحتى تبين المرأة هيك شوي سميكة. عندي هون تنقول كوب شراب، كوب شراب مي زائد معلقتين من الطحين، ما بنحط نشا، طحين، وندوبتهم فيها مزبوط. وهلا بدي زيدهم فوق منها، هي هلا الشوربه خلصت ما بقى بدها شيء ابدا ابدا، بس تغلي شوي من بعد ما نزيد الطحين والمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنحركها وهي لحالها، هلا بس تغلي بتعطينا قوام، يعني المرقة تعيتها بتعطينا قوام، ريحتها ما بخبركن قديش ريحتها حلوة بتشهي. هلأ إذا كانت الحامض، في ناس ما بيحبوها كتير حامضة بتعمل لهم حرقان بالمعدة أو شي، بتزيدوا حامض انتو بصحنكن مش مشكلة يعني. هلأ شوربتنا رح تغلي شوي، بطفي تحتها ونروح لصحن التقديم. وهي الشوربة حبيب قلبي صارت جاهزة، هلأ بدي اسكبها بصحن التقديم، ما بخبركن الريحة قديش هي طيبة ومناسبة لفصل الشتاء، ونحن هلأ عنا بلش فصل الشتاء بصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام مش كتير جامد بس عطى قوام، شايفين روعة. فيكن تحطوا مثل ما قلت لكم كوسة بدل البطاطا، شايفين روعة روعة منظرها وريحتها غير شكل. وهيك حبايب قلبي شوربتنا لليوم جهزت للأكل. هيدي الشوربة كتير طيبة كتير صحية ومناسبة لفصل الشتاء بتدفى يعني. وهيك حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون نال إعجابكن، وإذا عجبكن يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركن كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.